السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوابالاتي شهيوات، معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم عجين اللي هو لاباز باش غادي نديرو إن شاء الله بلاطو ديال حلويات العيد أو حلويات لأي مناسبة، اللي هو جد سهل وبدون فرن طبعا. إن شاء الله غادي يعجبكم وتجربوه، حيتاش ساهل ومكونات يعني بسيطة كيف سبق وذكرت. يمكن لكم تعوضوا البغاليني بالكاوكاو، يعني ماشي ضروري خصكم ديروا بغاليني كاوكاو او بغاليني لوز ولا كاوكاو لوز، يعني تقدروا ديروا نص كمية ديال البسكوي مع نص كمية نص المقدار ديال الكاوكاو. نمر إلى المقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج إلى 500 غرام من البسكوي بوتي بور، أنا طحنته هنايا مزيان. يمكن لك ديري البسكوي اللي حبيتي، المهم ما يكونش فيه الشوكولات ويكون مقرمش. 250 غرام ديال بخاليني باللوز طحنته، ولكن ما بغيتوش يكون معجن باش هكذا نحسو بهذوك الحبيبات ديالو. 250 غرام ديال الكاوكاو حمصتو بالقشور ديالو، نص قشرته ونص خليته هكاك وطحنته حتى هو بهذا الشكل هذا. وغادي نحتاج جوج معالق كبيره، يمكن اكثر يمكن اقل، ديال كراميل بالحليب المركز كيف كتلاحظوا، باش نجمعوا الخليط ديالنا. نمر إلى طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نضيف الكاوكاو للبسكوي ديالنا، نخلطوه مزيان، وغادي نضيفو حتى البخاليني. غادي نخلطو جميع هاد المكونات باش يندمجوا مع بعضياتهم، عاد غادي نضيفو لهم الحليب المركز المحلى كراميل. هنا بعد ما خلطت المكونات حتى نسجموا مع بعضياتهم، غادي نضيف الحليب المركز كراميل بهذا الشكل هذا. ملاحظة، اللي ما متوفرش عنده البخاليني يمكن له يدير 500 غرام ديال الكاوكاو محمر ومهرمش، او يقدر يدير 250 غرام ديال اللوز مع 250 غرام ديال الكاوكاو، هذاك الشيء كيبقى اختياري. حنا بغينا هاد الحلوى، هاد البلاطو ديال هاد الحلوى باشكال مختلفة وباردة، ما كتدخلش للفران، وان شاء الله تكون في متناول الجميع. ستجدون رابط وصفة البخاليني بصندوق الوصف على موقعي www.polatishiwat.com. ودابا غادي نجمعوا الخليط ديالنا، غادي نبقاو هكا. يمكن غادي نستعمل اليدين حسن، حيتاش هذا الشيء ما غاديش يسلك. غادي نجمعو ونوريكم كيفاش جا. بعد ما خلطت الخليط ديالي، انا ضفت ملعقه كبيره من الحليب المركز كراميل. دابا غادي ندوزوه في الماكينه باش غادي تجمع لينا، يعني ما نحاولوش اننا نكثروا من يعني السوائل اللي غادي تخلينا نجمع لنا هاد العجينه. نحاولوا اننا نديروه في الماكينه وغادي نطحنوه، غادي يزيدوا يتلقوا هادوك اللوز والكاوكاو والزيوت ديالهم وغادي يتجمع لنا ان شاء الله. بالنسبه للكريم كراميل الكراميل، يعني يمكن لك تعوضيه بالعسل الا بغيتي، اللي متوفر عندك في البيت. ها انتما كيف كتلاحظوا، دابا ملي دوزناه في الماكينه كيسهل علينا اننا نشكلوه كيف بغينا، كيف كتلاحظوا حتى يبقى كيتشكل لكم بحال هذا الشكل هذا، وتوقفوا حيتاش هو غادي يزيد يطلق الزيت ديالو. هذا هو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه ديال لاباز ديالنا، اللي غادي نشكلو به بلاطو ديال حلويات العيد ان شاء الله بدون فرن، او حلويات لاي مناسبه اللي هي بسيطه كيف كتلاحظوا. هانتوما تعجن
وتم علينا. ودابا كل ما جلس غادي يبقى يطلق في الزيت ديالو، يسهل علينا اننا نشكلوه بالطريقه اللي بغينا حنا. دابا غادي نغطيه ببلاستيك الغذائي وغادي نوضعه في الثلاجه حتى نبغي نستعمله، وغادي نجبدو ان شاء الله. دابا غادي ننزل لكم هاد الفيديو ديال هاد لاباز، ومن بعد ان شاء الله ننزل لكم فيديو اخر الجزء الثاني اللي هو ديال تشكيل بلاطو بهذا العجين هذا. حيت شي لا درنا الفيديو ديال العجين والفيديو ديال تشكيل الحلويات يعني بلاطو كامل، غادي يجي الفيديو طويل وهكذا غادي تملوا بالتفراج. لهذا ان شاء الله غادي ندير فيديو اخر. اتمنى ان تنال الوصفة اعجابكم وان تجربوها. لا تنسوا تتبع القناة والاشتراك بتفعيل الجرس. انتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.